اسمي ابان ايامات الاستعمار الاسباني، كان عندي ستنايات اللي هما غنذكرهم دابا. على سبيل المثال كاين ميناء اللي كان هو عباره عن تيليفيريك، يعني بور ايريان، اللي كان داخل اسبانيا بصفه مؤقته المصالح ديالها باش تدير مصالح. الحمد لله اليوم من بعد الرجوع على سيدي بني هلال الدوله ديالنا دارت ميناء كبير وقار، حنا اليوم دارت فيه الشطر الاول الشطر الثاني، وحنا في انتظار الشطر الثالث ان شاء الله. الاستثناء الثاني كاين ما يسمى الباركو، مدينه ايفني فيها جوج باركوات، جوج بنايات عباره عن باخير عن باركو. كاين الباركو اللي هو كاين هذا اللي هو دابا كنشوفوه معايا، كاين واحد البنايه عباره عن باخيره كبيره، هذه حتى هي استثنائيه. وإفني فيها ثاني استثنائيه اخرى، كان فيها ثلاثه سينمات، كاين سينما فينيدا، كاين سينما إفني، وسينما فيكتوريا. كانوا في ايام الاستعمار ثلاثه سينمات اللي هو باقي المحل موجود ولكن موقفين كما جميع سينمات العالم. كان مقبره مسيحيه اللي كاينه في طريق الميناء، كانت في اسبانيا هي المقبره ديال المسيحيين، وكانوا يدفنوا فيها الموتى ديالهم. ولكن في 1969 عند خروج اسبانيا، انا كنت خدام ديك الساعه في الشركه ديال ايبيريا، ديك المقبره كلشي جمعوهم بعضهم في السنة ودعوهم لاس بالماس، واحدة مقبرة في لاس بالماس، باستثناء واحد القبر اللي باقي كاين دابا حاليا تمايا اللي هما كيعاودوا عليه، كان ديال واحد مسلم اللي هو اللي كان حي خلى الوصية ديالهم انه لا الى مت تفنوني مع النصارى، وفعلا تفنوا معاهم ولكن مشاو ما داو خلاو عليها تمايا باقي دابا تمايا. هذا حتى هي واحد الاستثناء اللي كاين. الاستثناء الثاني كاين الاذاعة فوق بالعلم اللي كاين دابا في الاذاعة الجديدة اللي كتبنا الستينات، كانت إذاعة سيدي فني ديال التلفازة، كانت إذاعة ديال التلفازة، فني كانت الإذاعة ديال الراديو، كانت فيها واحد الإذاعة، هادو باش كانت كتميز المدينة ديك الساعة، هاد السنين هادي اللي كانوا كاينين.